السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وين ما كنتوا وين ما كنتوا تحياتي لكم، تحية مقدسية من القدس. وطبعا احنا اليوم برام الله، يعني احنا هسا عند دوار الساعة نازلين على منطقة اسمها الطيرة. في عنا بس بسة بدنا ناخدها من الناس. قصة البسة اخوان انه هي صارت تضرب الاولاد الصغار، يعني اي حدا من اهل البيت صارت تخرمشه تضرب تهجم، يعني صايرة البسة شرسة. البسة مرة اظهرتها بفيديو كانت عندي بتزاوج، وهالكيت رجعناها لاصحابها وولدت جابت ثلاث. تمام، فرنوا قالوا الموضوع انه البسة تركت اولادها يعني فطمتهم وصارت تضرب وتخرمش اي واحد بيجي بده يلعب معها تضربه. تمام، فانتوا خليكم معي نروح نشوف قصة هاي البسة. طبعا مشوارنا برام الله، جينا من القدس على رام الله ودخلنا، ما في اي مشكلة من ناحية حواجز بالنسبة للكورونا، فهينا مستمرين نعطيكم شوي طرق رام الله بالتصوير. وهاي البسة اخوان يعني من هي صغيرة مربية عندهم، معها تطعيم ودفتر شهادات ومعها كل شيء. تمام، يعني البسة مش اللي صار معها مش عادي، يعني اللي صار معها انه شرست مرة واحدة، فاحنا بدنا نشوفها ان شاء الله لعلنا خير. انا ممنوع يمين، طبعا منطقة الطيرة هاي تحت رام الله تحتها. المجريات اللي بتحصل عنا بالبلد فلسطين انه تسكير كامل بسبب الكورونا. بال24 ساعة الأخيرة 2000 حالة كورونا بكافة أنحاء فلسطين. بعد ما وصلنا حبايبي منطقة الطيرة من أحلى المناطق الموجودة في رام الله، طبعا لمنزل رقم 22، منزل رقم 32 برقمات عندنا البيوت في فلسطين. بس هو حي راقي جدا، من أحلى المناطق الموجودة في رام الله. هاي 32 بدنا نلف ونرجع له. شوفوا كيف الطبيعة والمناظر اللي عندنا بفلسطين بتجنن اخوان، يعني اشي مرتب ومتكتك. شوفوا كيف عن هان 32، مفروض هان 32. دائما أهم شيء إخوان إحنا نتعامل بالكفوف والنظر. وصلنا عند جيسيكا. تضربش؟ لا،
جزيلا. بعد ما اخذنا القطة جيسيكا بدهمش اياها، طبعا هي صارت معنا بالصندوق ورا. ايوه تمام. واخذنا واحدة من اولادها من الاول، ضل عندهم تنتين. هسه هاي الصغيرة نعطيها لاي حدا بيجي عندنا على المزرعة. تمام، فيعطيكم العافية. هيك دايما مشاويرنا على القطط، بنلف نوصل مسافات بعيدة. فإن شاء الله يسعد الله أوقاتكم. تحياتنا لكم الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.